قدم نفسه أردوغان في العشر سنوات الأولى على أن تركيا دولة مسالمة. بالمختصر مع الباحث في الشأن التركي محمد السعد، هو في نهاية الأمر يريد تفتيت مكانة المملكة العربية السعودية. لكن يا أخي هذا ما يمثل تركيا، هذا يمثل نفسه، يمثل حزب. هل تتفق أم تختلف مع من يدلي بهذا الرأي؟ السعوديون هم الوحيدون في العالم العربي الذين لم يلبسوا الطربوش. بالمختصر الليلة الثامنة بتوقيت السعودية على MBC1.